إعادة التموضع في محافظة شبوة وانتهاء عملية إعصار الجنوب ضد جماعة الحوثي. هكذا أعلنت ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا في بيان. القوات التي تقاتل إلى جانب القوات اليمنية الحكومية قالت إنها تمكنت من تأمين محافظة شبوة بالكامل من جماعة الحوثي بعد سيطرتها على مديرية بيحان في شبوة وحريب بمحافظة مأرب. بلغ الألوية جاء بعدما وصفته بالنجاح الذي حققته قواتها في شبوة. الحمد لله تغيرت المعركة وانتقلت قواتنا من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم، وهذا بفضل الله عز وجل وحده وبالرجال الصادقين. قرار ألوية العمالقة العودة إلى قواعدها جنوبا أثار جدلا في اليمن، خاصة وأن ما وصفته بإعادة تموضع قواتها جاء في ظل تصاعد المعارك بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، والذي أعلن تنفيذ 24 عملية جوية خلال 24 ساعة الماضية في محافظة مأرب. قال إنها أسفرت عن مقتل 70 عنصرا من مقاتلي الحوثي وتدمير 16 آلية عسكرية للجماعة. قرار ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا يأتي أيضا بعيد الهجمات التي شنتها طائرات الحوثيين المسيرة على أبوظبي وتهديد الجماعة المباشر للإمارات وتحرك الحكومة اليمنية دوليا لتصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران على قائمة الإرهاب. التحركات المتسارعة في اليمن ليست بعيدة عما يجري في محيط إقليمي، ميدان تسجيل النقاط فيه ساحة المعارك في اليمن، ووقودها في الغالب المدنيون اليمنيون.